أما هلأ سلمى بننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم، ونحن بنعرف أهمية اللقاح. سلمى، اليوم اللقاحات سنويا تنقذ مئات أو فينا نقول الملايين من أرواح الناس، وضمن جائحة كورونا شفنا لقاحات عديدة ومتطورة للحد من هي الجائحة لتقدر الناس تعود وتمارس نشاطاتها بمختلف البلدان. أكيد نور، مثل ما بنعرف حكينا سابقا بأكثر من مرة ومحطات متعددة عن أهمية اللقاح كوسيلة من وسائل الوقاية وتخفيف طبعا حدة الإصابة عند المرضى، وهو الحل الوحيد اللي أوجد البشرية حتى الآن لمكافحة فيروس كورونا اللي عم يحصد الأرواح حول العالم. وبسوريا طبعا وزارة الصحة قامت بحملات عديدة للقاح كورونا، وكان على الجانب الآخر الفرق التطوعية مشاركة وإلى دور بنشر هذا اللقاح. رح نتعرف اليوم على دور أحد هي الفرق التطوعية، وهو فريق عقمها ودكتور عقمها اللي اجتمعوا بمبادرة للقاحات كورونا، ورح تطلعنا على تفاصيل أكثر ضيفتنا كندا مرشد مسؤولة الجودة ضمن الفريق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك وشكرا لاستضافتكم. يسعد صباحك. بالبداية يعني حكينا نحن عن أهمية اللقاح اليوم ضد جائحة كورونا للحد فينا نقول من الجائحة، وشفنا فرق كتير عديدة وجمعيات شاركت فينا نقول هي المساعدات الطبية. أنتوا كفريق عقمة، خلينا نحكي اليوم بالمجال الطبي بداية، شو اللي قدمتوه للمجتمع المحلي؟ تماما، احنا حضرتك بلشنا من حوالي بتاريخ تماما 17/3/2020. هي كانت بدايتنا بصراحة، كنا مبلشين من الشارع من خلال التوعية اللي هي كمامة معقمات، وبلشنا مع الناس. لكن مع الوقت صار في عنا فريق دكتور عقمها اللي اشتغلنا من خلاله تقديم استشارات طبية بالإضافة لمعاينات منزلية. الاستشارة الطبية بتتم عن طريق التواصل معنا على رقمنا الساخنة. بعد هيك الدكتور بيقرر إذا كان المريض بحاجة معاينة منزلية فنحن أكيد جاهزين. بكثير من الأوقات كان المريض ممكن يحتاج أدوية، في حال كانت هاي الأدوية متوفرة عنا كنا أكيد نقدم له إياها. طيب خلينا ندخل شوي على تقديم اللقاح وشو كان دوركم والمشاركة، وخصوصا نحن بنعرف يعني بما يخص كورونا بيكون في كتير خوف توجس من الأطراف جميعا اللي بتشارك بعملية إما أعطاء اللقاح وإما حتى مساعدة المرضى، وكان في كتير ناس ينقصها معلومات عن موضوع اللقاح، يمكن في ناس خافت، في ناس ما عرفت شو تعمل، فشو كان دوركم بهذه المرحلة؟ طيب. نحن كان عندنا دور كتير مهم نحن بنعتبره هو التوعية. بصراحة كنا مع الناس ماشيين خطوة بخطوة، شرحنا حول كل اللقاحات اللي كانت متوفرة بسوريا اللي كانوا هن استرازينكا، سينوفارم، سبوتنيك لايت، سبوتنيك، بالإضافة لجونسون أند جونسون، موديرنا، وفايزر. تمام. اشتغلنا بالتوعية، بالإضافة لمؤخرا بالتعاون مع مديرية صحة دمشق اشتغلنا بأنه نحن نبلش بحملة يجوا لعنا على المركز ونقدم اللقاحات بمركزنا. مثل ما بتعرفوا المركز كان بيستقطب كتير عالم، كتير مستفيدين وكتير مرضى. قدمنا اللقاحات، بالإضافة قبل اللقاح كان عم بيتم مسحة سريعة رابيد تيست. خلال المسحة هي بيطلع نتيجتها خلال 10 دقائق بتبين إذا يعني الشخص هو مصاب أو منه مصاب. وبهي الطريقة بياخذ اللقاح وهو مطمن. الجرعة اللي تقدمت عنا بالمركز هي جونسون أند جونسون، هي جرعة واحدة لقاح أمريكي. تقدمت لكل الأشخاص اللي يعني شرفونا وأجوا بيومتها يوم الخميس الماضي. طيب خلينا حكيت يمكن تفاصيل كيف تم تقديم اللقاح من خلال المركز، ونحن عم نحكي قديش مهم فعليا دور فينا نقول الجمعيات المشاركة بهي العملية الطبية والفرق الجوالة. يعني ممكن بالمستقبل نشوف يمكن استمرار لهي العملية، لكن مش ضمن المركز فينا نقول فرق جوالي في دمشق أو المحافظات، لأنه بنعرف في كتير من الناس ما بتقدر يمكن تروح بسبب ظروف صعبة، فالفرق الجوالي بتخفف يمكن الضغط على الناس خصوصا حتى المادي، فيك تقولي الروحة والرجعة نوعا ما الوضع الاقتصادي مو متحمل. بخصوص اللقاح هو كان متوفر بصراحة بكتير مراكز وبكتير مراكز قريبة علينا، قريبة على بيوتنا بمستوصفات، ومؤخرا صار في شيء كمان انه يكون اللقاح موجود بالحدائق او هيك شيء. فقد يكون هي الفكرة متاحة، لكن من خلالنا رح نعلن عنها على الفيسبوك في حال كان موجود هيك شيء.
طيب خلينا كمان نتعرف، يعني الحملة كم يوم استمرت أو لكم يوم رح تستمر؟ كيف خلينا نقول كان في قوائم عرفتوا عملتوا إحصاء هذا هاي الأسماء اللي أخذت؟ هل بيتم في تشاركية بينكم وبين وزارة الصحة بما يخص؟ طبعا بنعرف في ناس كتير إجت سجلت على المنصة وأخذت اللقاح، هل رح يتم أخذ هاي البيانات اللي طبعا كانوا بالمركز عنكم؟ نحكي شوي تفاصيل عن هذا الموضوع. تمام. بخصوص بيانات العالم اللي كانوا عم يتقدم لنا، فهني كانوا مع بأيدي الفريق الجوال اللي اجى من مديرية الصحة. طبعا اللقاح مثل ما بتعرفوا يعني للوزارة ولمديرية الصحة هني الوحيدين اللي بيقدروا يقدموا، وهذا حقهم يعني. الشيء اللي نحن كنا عم نعمله طبعا عم نشارك بالبيانات، لكن الأعداد والإحصائيات نحن هي ما بنقدر نصرح عنها. طيب شو من خلال الوزارة يفترض شو الخطوات القادمة اللي حابين يمكن تلهموها ضمن فينا نقول المجال الطبي، لأنه دائما في عندكم فعاليات ونشاطات تختص بالشأن الطبي خصوصا بما يتناسب مع الظرف اليوم؟ تمام. نحن حاليا رح نحافظ على دورنا بهوية التوعية وبنشر اللقاح بشكل أوسع. رح يكون في حملات ثانية للقاح إن شاء الله بالتعاون مع الوزارة، ويعني هي القصص اللي لهلا نحن مقررين بصراحة. حلو. هلا اللي بنعرفه نحن بشكل عام انه فريق عقمها من الفرق اللي اول الفرق كانت سجلت استجابة لموضوع كورونا. يعني وقت بلشنا نحن حتى ببرنامج صباح الخير نشوف الفرق والجمعيات ونشاطها، ان كانت توعوي، ان كان توزيع الكمامات، ان كان التعقيم. يعني مثل ما بنعرف عقمها اخذت اسمها من بداية من حملة التعقيم اللي بدأت فيها، كنتوا موجودين. اليوم لأي درجة بتشوفوا لسه في مجالات طبية وإغاثية بتقدروا تدخلوا فيها لدعم المجتمع؟ بصراحة لأي درجة فهو مجال كتير واسع، في كتير عالم نحن يمكن ما وصلنا لليوم. هدفنا هو إنه نوصل لكل العالم، نحن بلشنا مع العالم وهدفنا نوصل لهم للكل. كيف ممكن نوصل لهم؟ بصراحة يعني ما في رؤية واضحة، لكن فريقكم لساته بس بدمشق؟ طبعا دمشق، نحن دمشق فقط، دمشق وكل أماكن يعني ريف ما تدخلنا بصراحة، ما كان عنا وصول للريف، لكن بدمشق وصلنا لكثير أماكن. الاستشارات والزيارات المنزلية كمان كانت واسعة، نحن قدمنا حوالي 10,000 استشارة بالإضافة ل 8,000 خدمة طبية موزعة بين أكسجين وتوصيل أكسجين ومعدات طبية. مكملين فيهم؟ تمام، أكيد. تمام. طيب خلينا نحكي عن نشاطات فريق عقمة. مثل ما قالت سلمى، يمكن كنتوا من أوائل الجمعيات الموجودة على الأرض خصوصا ضمن بداية جائحة كورونا، وفينا نقول رمضان على البواب، فكل فعالية فينا نقول كل جمعية أو كل فريق بيكون عم يحضر شيء من خلال نشاطاته القادمة. شو الجديد فينا نقول هلا عم تحضروا له؟ طبعاً بخصوص رمضان فإحنا عنا مفاجأة بصراحة، ما رح أقدر أحكي عنها ولا تفصيل ولا أبداً ولا أي شيء. رح تعرفوا عنا إن شاء الله. بس قد سلكم عم تشتغلوا عليها أنتوا فريق كل شوي عم يكبر. تمام. الفكرة قائمة إنه إحنا ننفذ شيء برمضان إن شاء الله، يعني ما رح نقدر نصرح عنها لقبل بوقت. شيء يعني ان شاء الله يكون شيء ظريف ويوصل لكل العالم كمان، بس ما رح هلا رمضان بعد اسبوع تقريبا لازم تبلشوا تعلنوا هلا من خلال الشاشه لازم تبلش نحكي عنه. طيب خلينا نحكي شوي، يعني اليوم كمان مجال العمل التطوعي هو مجال مرهق متعب، بياخذ من وقت ومن جهد طبعا كل المتطوعين، جهد كتير كبير. نعرف انه فريق عقمها بيتضمن شباب جامعيين من مختلف الاختصاصات، ويمكن الفريق الطبي كتير كبير موجود عنا، يعني شباب تطوعوا كتير، وكان لكم تكريم، تكرمتوا السنة وتكرمتوا السنة الماضية أيضا من وزارة الصحة ومن وزارة الشؤون الاجتماعية. هذا التكريم عطى مسؤولية أكثر، واسم حضرتك أنت مسؤولة الجودة، فخلينا نحكي اليوم تفاصيل اللي بتحاولوا تتعبوا عليها كفريق اليوم من أجل أنه يكون أي شيء عم بتقدموه هو بأحسن جودة للناس حتى لو كان تطوع. يعني مو إذا أنا عم بعمل شيء تطوعي معناته أنا ما بقيمه أو ما بعمل رجع صدى، ما بشوف أدائي، لا بالعكس، لازم يمكن يكون عم بشتغل أفضل من غيري. تمام. نحن فريقنا التطوعي مكون من 25 شخص، كانوا مقسمين على فريق لوجستي، فريق طبي وفريق الاستجابة.
تم تدريب هدول الكوادر بصراحة عن طريق وزارة الصحة، تلقوا كذا تدريب مع الوزارة، بالإضافة للجهات الحكومية والجهات المعنية تماما. قدمنا كثير تدريبات لألون، أخذوا التدريبات اللازمة منا، كيفية التعامل مع العالم، كيفية تلقي اللقاح، كيف بيعملوا الربت تيست. أخذوا هاي التدريبات وبعدها نزلوا على الأرض اشتغلوا مع الناس. أما كيف بيتم تقييم الخدمات اللي بنقدمها نحن؟ بصراحة نحن على تواصل دائم مع المستفيدين، بالإضافة لتقديم، يعني نحن بنسأل أسئلة لهدول العالم، تبين لنا شو تقييم هاي الخدمة اللي نحن قدمناها. طبعا في حال ظهور مشاكل، وللأمانة لهلا ما ظهر مشاكل معنا إن شاء الله عطول، في حال ظهور مشاكل نحن بنعالجها مع الشخص المعني ومع المستفيد، يعني مع مقدم الخدمة ومع المستفيد. بنحاول ما يكون في مشاكل، والمتابعه هي يعني بتساعدنا نحن نتلافى هي القصص. وهي نقطه كثير مهمه اذا فينا نحكي عن التواصل الدائم مع المستفيدين، لانه نحن عم نحكي عن فرق كثيره موجوده على الارض بالمجتمع، وكل واحد عنده نشاطاته وفعالياته، لكن الاستمرار بالتواصل مع المستفيدين قديش فعليا بيعطيكم اليوم مسؤوليه ودافع للاستمرار؟ لما تقولي انت انه لا، من خلال التواصل كان في رضا تام على ادائنا ونحن مبسوطين بهذا الشغل، هذا يمكن بيعطيكم حافز لانه لا، القادم يمكن صعب، في مسؤوليه اكبر، لانه نحن ما بدنا نخيب ظن الناس. وعم تحكوا عن ارقام صحيح. كبيره وصلتوا لها في المجال الطبي والاستشارات الطبيه، بنعرف اليوم قد ايش صارت مكلفه عند الدكاتره، فلما نوصل لباب الناس بنصير جزء من عائلتهم اليوم. شو اللي بتعطيكم يمكن دافع اكثر؟ شكر الناس، وفينا نقول الرضا من خلال الناس هو بيكون مسؤولية للأمام لإلكم. تمام. أكثر شيء بصراحة هو حب العالم لإلنا. ما بعرف إذا بتشوفوا هذا الشيء، لكن العالم كثير بحبونا ونحن كثير بنحبهم، نحن بنبادلهم هذا الشعور. ملاحظاتهم الإيجابية والسلبية قبل الإيجابية بتهمنا كثير وبتأثر فينا. بصراحة كثير بيهمنا وبيعنينا أن تقدم الخدمة بالجودة المناسبة وبالشكل المناسب للمستفيد. مثل ما تفضلتي أنه هي ما خدمة تطوعية، فنحن بنقدمها كيف ما كان. نحن بنحاول نضل نتابع هذا الموضوع لحتى تقدم بالشكل المناسب، لحتى العالم يضلوا راضين عن هي الخدمة. وبصراحة قبل ما يكونوا راضين، هي مناسبتهم ومحققت لهم الهدف اللي هم تواصلوا معنا كرماله. أكيد كيندا، اليوم نحن عم نحكي عن يمكن المسؤولية المجتمعية بشكل كتير كبير اليوم، بظل طبعا كل الدول اللي تعرضت لحروب، المجتمع لولا نهضة المجتمع وتكاتف المجتمع ما كانوا قدروا ينهضوا لوحدهم، لأنه اليوم المؤسسات بشكل عام، مؤسسات الدولة قادرة تقدم جزء، ولكن هي لوحدها ما بتكفي. دائما لازم نبحث عن دور المسؤولية المجتمعية، كل واحد فينا عنده دور وقادر انه هو يقدمه. الدور اللي بتشوفه عقمها انه هو لازم يستمر، وهو اللي بيحقق الفائدة كمسؤولية مجتمعية تجاه سوريا. انتم كيف بتشوفوه؟ تمام. بصراحة إشراك المجتمعات الأهلية ضمن الجهود الحكومية هذا كتير شيء مهم وكتير نحن مهتم فيه، لأن مثل ما قلتي إذا هني قدرانين يقدموا جزء، فنحن أكيد رح نساعد ونقدم الجزء الثاني. هاد دورنا وهاد واجبنا بصراحة تجاه سوريا واتجاه هدول العالم الموجودين لسه معنا. يعني طيب خلينا نحكي، انتم فريق عقمها كله شباب متطوعين فيه، بدنا نقول اليوم لكل الشباب اللي حابب كمان ينضم لكم يحاول يكون جزء من هيدا الفريق، لانه كل مره عم يكون في هيك عائله عم تكبر شوي شوي. كيف عم يتم التواصل وكيف عم يتم تقييم الناس من خلال، فينا نقول قبل البدء بالعمل، من خلال تاهيلهم وتدريبهم للاشتراك معكم؟ تمام. نحن من خلال التطوع، نحن كل فترة إذا بتلاحظوا، ما بعرف، نحن بنعلن على الفيسبوك إنه نحن بحاجة متطوعين أو اللي حابب يتطوع. طبعا العالم اللي بيزورونا بالمركز أو بيتواصلوا معنا، بيزورونا بيعبوا استمارة، بيخبرونا عن حالهم شوي، لاحقا نقعد معهم،
بالمراحل المتطورة بنعمل لهم تدريبات منها لكيفية الاستجابة، كيفية التواصل مع العالم، كيفية تقديم الخدمات بالشكل المناسب. بعد هيك ببلشوا ينزلوا على الأرض تدريجيا، الشخص الأكثر يعني مناسب أكثر، الشخص المؤهل أكثر، وطبعا الوقت حسب وقت الشخص فيه تماما طبعا أكيد حسب وقتهم، وهذا لا ينفي الأشخاص اللي هني شوية ضعاف إني بنشغل عليهم لحتى يصيروا جاهزين ينزلوا ميداني. حلو، ودائما نحن هيك بنكون فخورين نور بكل فريق بنستضيفه وبحجم العمل اللي عم يشتغلوه، رغم انه مثل ما بنقول يمكن راس مالنا هو رغبتنا وقدرتنا على انه نشتغل واستثمارنا ل خلينا نقول قوتنا الذاتيه لحتى نبني ولحتى نساهم. اليوم راس مال عقمها مجموعه شباب اطباء وايضا اختصاصات ثانيه، اكيد بدنا نوجه لهم كلياتهم الشكر ونقول لهم يعطيكم العافيه. وبنعرف بالوقت اللي كانت الناس تخاف انه هي حتى اطباء معروفين واسماء كبيره تخاف تكشف او حتى انه هي تستقبل مرضى كانوا شباب ودكاتره عقمها عم يتوجهوا على البيوت ويساعدوا الناس. اليوم قديش عدد الفريق صار؟ اليوم عدد الفريق تقريبا 25 شخص هن الموجودين بشكل دائم وبشكل ميداني يعني، وموجودين مع العالم بشكل دائم. تمام، موزعين مثل ما خبرتكم استجابي وفريق طبي ولوجستيات. طيب خلينا نحكي لكل يعني اليوم انتم ضمن المركز بدمشق، في بالمستقبل خطوات قادمه حابين تكونوا خارج نطاق المحافظه، تكبروا يمكن فينا الفريق يكون في لكم هيك بعض المراكز او فينا نقول مثل الفرق الجواله، لانه كل فريق او جمعيه نحن بنشوفه بينطلق من العاصمه دمشق وينتشر على المحافظات تدريجيا. تمام، هذا الموضوع هو بصراحه هو هدفنا وحلمنا، ان شاء الله رح نشتغل عليه اذا كان في امكانيه، فاكيد نحن عندنا رغبه نوصل. كل ما وسعت الدائره كل ما كان في استفاده اكثر، كل ما كان في ناس عم يتقدم للخدمه اللي هن بحاجتها اكثر، فنحن بصراحه هدفنا هذا الشيء وحلمنا كمان، فان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيب اذا بدي اسالك هيك شوي شخصيا كيندا، يعني تحكي لنا شوي عن تجربتك انت مع عقمها، امتى اشتركتي؟ ليش حبيتي تروحي اساسا تتطوعي؟ اليوم كل شخص بيختار فريق او بيختار مشاركه، ومبادرات كثير موجوده وفرق وجمعيات موجوده على ارض طبعا الواقع، انت ليش اخترتي عقمها؟ شو حسيتي رح تقدري تقدمي او تضيفي لهالفريق، وبنفس الوقت هو شو قدم لك يعني؟ تمام، انا موجوده مع عقمها من حوالي سنة ونص، لكن كنت بالبدايات بصراحة ما كنت قدران يكون معهم على الأرض. من حوالي السنة ونص تواجدت معهم لحد اليوم، لكنت معهم بصراحة لأنه بيشبهوا العالم وبيحبوا الناس كمان، هذا لا ينفي أنه زملائنا كمان بيحبوا الناس وكل العالم بتحب الناس. شو اختصاصك؟ شو بتدرسي؟ أنا أدب عربي سنة رابعة. بعيدة شوي عن الطب يعني؟ بعيدة شوي عن الطب إيه، لكن الاختصاص اللي كنت أنا عم بشتغل فيه اللي هو متابعة وتقييم وجودي كان بصراحة يعني بيساعدني وبيأهلني مكاني إنه يكون أكيد فيه. بيعطي خبرة. تمام. الشيء اللي قدموا لي خبرة، قدموا لي التواصل مع كثير مستفيدين، استفاده من كثير تجارب وكثير من المشاعر بصراحه، باعتبار كثير كان في قصص نحن نعيشها. اكيد بتاثر على الصعيد الشخصي يمكن فينا نقول والانساني بشكل كثير كبير. وسلمى، من بدايه يمكن فينا نقول الظروف الصعبه اللي مرينا فيها وبدايه الحرب على سوريا، كثير من الشباب صحيح. السوري كان موجود على الارض، كان في عدد كبير منهم فينا نقول متطوعين، اسسوا فرق وكثير من الجمعيات، لهيك نحن فخورين دائما بالشباب السوري والعمل التطوعي رغم كل الظروف، بتلاقيه موجود على الارض عم يشتغل عم يحاول يقدم ضمن امكانياته. اليوم لكل الشباب اللي عم يتابعونا وحابب فعليا يكون على الارض الى جانب فينا نقول رفقاته، شو الكلمه اللي بتحبي توجهيها؟ لانه قلتي قديش له اثر كبير هيدا العمل فينا نقول، ومشاعر مختلطه ما الواحد بيقدر يعبر عنها، لانه نحن اساسا يعني فينا نقول بالشام وبسوريا معروفين بعمل الخير بين بعض وبين الاهل والاقارب، نحن عم نشوف هيدا العمل مترجم اكثر بين الشباب السوري من خلال فرق وجمعيات. لكل شاب او صبيه حابين فعليا يكونوا موجودين على الارض، شو الكلمه اللي بتحبي توجهيهم وشو الرساله فينا نقول او الهدف اللي كل شاب لازم يحطه ببدايه طريقه؟ تمام، الرساله انه كل شخص فينا قدران يقدم شيء، فلا يبخل لا يبخل على حاله ولا يبخل على الناس.
الشيء اللي لازم نسلط الضوء عليه انه التجارب التطوعيه بتكسب كثير مهارات شخصيه بصراحه. صحيح. وبتعطينا دور اكبر من المجتمع ودور فعال اكثر كمان. فكل شخص فينا قدران يكون بالميدان بالوقت اللي هو بيسمح له، الوقت اللي بيتناسب مع دراسته مع شغله مع حياته، فلا يبخل بهي التجربه على حاله قبل ما تكون على الناس. أكيد. طيب خلينا نحكي اليوم، يعني عم نحكي بكتير إيجابية ولا يخلى، لأنه أساساً الموضوع والتطوع بشكل عام وفريق عقمها وكل الفرق التطوعية بس نحكي عليهم بيكون في عنا قدر كبير من الإيجابية اللي عم نشوفها على أرض الواقع وعم نلمسها. أيضاً هناك أحياناً بيكون معوقات صعوبات ممكن تواجهكم، بتحاولوا تلاقوا آليات لتتلافوها بالمستقبل بعض هاي الصعوبات، وإذا في شيء لقيتوا له حلول مثلاً. تمام. بعض هاي الصعوبات بصراحة حالياً أكيد عندكم فكرة أنه المنحنى الإصابات هو منخفض والحمد لله، لكن بالوقت اللي كان المنحنى مرتفع كان في عندنا شوية عجز تقديم الأسطوانات بسبب العدد الكبير، ما كان عندنا هاي الإمكانية الواسعة، فما بعرف هذا العجز قد يعني يخسرنا حياة مريض أو يخلينا ما نقدر نساعده للأسف. وبنفس الوقت كان ما في اساسا اكسجين، يعني بكذا مكان ما في، فهي القصه انه يكون في عندنا معدات كافيه لاقلها للتعامل مع هي القصص، الارتفاع المنحنى، الازمات، القصص اللي بتجي بشكل فجائي. كيف حاولنا نتعامل معها بصراحه؟ نحن متى ما سمحت لنا الفرصه نزيد معداتنا نطور من معداتنا، نحن اكيد عم نكون أول بأول. ما الشيء الثاني هو أحياناً صعوبة مواصلات، صعوبة وصول، هي القصص، فهي كل العالم عم تعاني. أكيد نتمنى لكم التوفيق. بدنا نوجه التحية لكل فريق عقمة الشباب، نحن بنعرف قديش في جهود كبيرة عم تقوموا فيها على الأرض. نتشكرك الآن سكيندا مرشد مسؤولة الجودة في فريق عقمة، وشكراً كثير لك. شكراً كثير لكم، وكنت سعيدة بوجودي معكم. شكرا لك كيندا، واكيد الشكر لكل طبعا فريق عقمها، مننا بنتمنى توصلي لنا هالشكر ويعطيكم الف عافيه. شكرا كثير.